شهد العمل الحكومي في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً تلبية لمتطلبات المشروع الإصلاحي وتماشياً مع كل برامج التحديث التي طرأت إقليمياً ودولياً. ولم يتجلى تطور العمل الحكومي على المستوى الإداري فقط، بل جاء الجانب التكنولوجي والتقني متوافقاً مع احتياجات التطوير حيث تحول النمط التقليدي إلى نمط تقني من خلال الدخول عبر الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي جعل جميع المعاملات والخدمات تقدم إلكترونياً. استطاع مشروع الحكومة الإلكترونية ربط جميع وزارات الدولة ومؤسساتها من خلال شبكة متطورة وجهود كبيرة ساهمت في الارتقاء بكل الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، كما أن المشروع انعكس بالإيجاب على القطاعات الهامه في المملكه كقطاع الاقتصاد والتنميه والاستثمار. في هذه الحلقه سنلقي الضوء على هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه التي انشئت من اجل العمل على تنفيذ ومتابعه التحول الى حكومه الكترونيه. سيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه اهلا بك ضيف في برنامج المختصر لي تاخرنا وياك أهلا آه للقائك لكن آه يعني اكيد المعلومات اللي راح تقال في هذه الحلقه آه هامه جدا كونكم هيئه يعني لها دور وبصمه كبيره في العمل الالكتروني في البحرين فاهلا بك في البرنامج آه اهلا وسهلا تشرف بوجودنا في هذا البرنامج استاذ آه سامي وان شاء الله نقدم لمحه عن برنامج الحكومه الالكترونيه وعن الهيئه للساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. سيد محمد خلينا نتكلم اول شيء عن مفهوم الحكومه الالكترونيه والانتقال من يعني شيء تقليدي الى شيء الكتروني. نعم. طبعا العمل الحكومي في السابق مثل ما انت عارف والساده المشاهدين العمل اليدوي كان يعطي حاجز كبير بين الحكومه وبين المواطن او المستفيد من المعاملات الحكوميه سواء كان مواطن سواء كان زائر مستثمر عدم المعرفه بالاجراءات المطلوبه للحصول على الخدمه بالتالي وجود الحواجز حتى داخل وزاره الوحده لإنجاز معاملة معينة صحيح. داخل الوزاره يحتاج الشخص احيانا ان يروح في عند اكثر من مسؤول من اكثر من قسم اكثر من مبنى وفي كثير من الاحيان الموظف اللي موجود خلف الطاوله ما يعرف كامل الاجراءات المطلوبه لانجاز المعامله فينقل من مكتب الى مكتب من مكان الى مكان هذه الحقيقه كان عائق كبير لتقديم خدمه مميزه وتسهيل يعني انجاز الخدمات المواطنين وايضا يرفع الكلفه على الحكومه صحيح. ما يعطي نوع من الشفافيه بالتالي فكره الحكومه الالكترونيه كان ان يكون واجهه الحكومه تكون واجهه واحده بغض النظر عن من يقدمها اذا مثلا مواطن احتاج خدمه في وزاره التجاره والخدمه هذه تحتاج بعض الموافقات من جهات اخرى ما يعني المواطن او المستثمر عدد وكم الجهات والمواقع اللي تقدم الخدمه هو في النهايه تعامل مع حكومه واحده مع واجهه واحده صحيح ويهمه جوده الخدمه اللي يحصل عليها من الجهه الحكوميه بالتالي يعني يمكن الخص الموضوع انه الحكومه جعلها افتراضيه ازاله كل الحواجز من مباني ومن جدران داخل الوزاره وبين الوزارات بحيث يحصل المستفيد على خدمته بأسرع وقت وبشكل شفاف وسهل سيد محمد مسألة التحول من نمط إلى نمط يحتاج إلى تغيير مفاهيم ويحتاج إلى تغيير ثقافة هناك من تعود على يعني الكتابة بخط اليد هناك من تعود على التعليق حتى بخط اليد وهناك من يعني ربما تقف المعرفة حاجز بينه وبين هذه التكنولوجيا الجديدة كيف كانت البداية من أين بدأتم؟ طبعا البداية كان بتشكيل قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر بتشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات براسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية حقيقة يعني نتشرف بأن هذه اللجنه عضويتها على مستوى عالي جدا ثلاث من النواب سمو رئيس الوزراء م. سمو الشيخ علي بن خليفه ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله وعدد تقريبا عشر وزراء آه يمثلون يعني اهم الوزارات صحيح. الموجوده في مملكه البحرين آه المستوى العالي لهذه اللجنه وعدد الاجتماعات اللي كان موجود وضع خارطه الطريق لبرنامج الحكومه الالكترونيه آه وجدت اللجنه وجدت الحكومه الموقره ان العمل التقني كان عباره عن اجتهادات لعدد من الجهات الحكوميه، هناك مبادرات موجوده في الجهاز المركزي في السابق، عدد من المبادرات موجوده في وزاره الماليه كانت عندها عدد المبادرات الخلاقه، ايضا ديوان الخدمه المدنيه، وزاره الصناعه، وزاره المواصلات، فهناك عدد من المبادرات وعدد من الحلول اللي هي ما تتكامل <applause> وقد تعطيك نتائج تكلف الدوله مبالغ طائله ولا يمكن ربطها مع بعض. يعني ربما ربما يعني يعتمد انت تتعامل مع من نعم اذا كنت تتعامل مع خارج البحرين كثير تتعامل مثلا مع قطاع الصناعه والتجاره شيء مختلف ولكن هناك يعني العمليه ليست الزاميه مثل ما غير الزاميه وايضا ال الحلول المقدمه مم. ما فيها نوع من التكامل والربط لان كل واحد يعمل بمعزل اينا. وفي في في وضع الالكتروني انت تحتاج لعمليه الربط مم. اذا يعني اردت انك انت تقدم الخدمه مم. بدون تقديم وثائق هو هذا هدف العمل الالكتروني صحيح. انك انت لما تيجي تنجز معاملتك بدون ما يكون عندك والله نسخه من الجواز ونسخه من كذا وثباتات وتواقيع واوراق والا يعني في النهايه انت تنتهي في العمل الالكتروني لنفس العمل اليدوي السابق اللي كان موجود هذه يحتاج عمليه ربط لازم تربط بين هذه الوزارات فاذا ما كان في رؤيه موحده تجعل الجميع يعني يتجه نحو تقديم هذه الخدمات بشكل متكامل تكون المشكله فبالتالي اللجنه العليا برئاسه سمو الشيخ محمد مبارك اول الانجازات اللي كانت موجوده اللي يعني غيرت من من معالم عمل الجهات الحكوميه هو وضع الاستراتيجيه الاولى اللي هي خارطه الطريق صحيح. اللي تخلي الجميع يعمل في توجه واحد. آه، هذه نقطة، والنقطة م. الثانية هو اطلاق التجريبي لبوابة الحكومة الالكترونية قبل م. طبعا الاطلاق الرسمي آه، اللي كان في حوالي آه، آه، 11 خدمة آه، فيها عملية الدفع، فيها عملية التكامل، فيها عملية الربط، حتى احنا آه، نثبت يعني كان الهدف امكانية تحقيق الانجاز. من خلال الاستراتيجيه، يعني قبل أن تبدا في صحيح. تطبيق الاستراتيجيه، خلينا نجرب الوضع، هل ممكن احنا نربط ونجلب جميع الوزارات في في مظله واحده؟ الاستراتيجيه طبعا الاولى كان فيه هناك خمس اهداف يعني رئيسيه لا. تقديم 200 خدمه الكترونيه خلال ثلاث سنوات جعل مملكه البحرين الاولى وفي مكان الرياده على مستوى الدول العربيه وعلى مستوى الشرق الاوسط ايضا تحقيق نسبه رضا المتعاملين بنسبه 80% وكان ايضا هدف يعني كبير جدا الوعي والاستخدام انه يكون ايضا مستوى متقدم يصل لحوالي 80% وتعدد القنوات تقديم الخدمه لا يكون فقط من خلال يعني مواقع اللي كان موجوده لدى الوزارات لابد ان يكون في واجهه وطنيه تجمع كل الجهات الحكوميه م. وقناه الهواتف طبعا م. المتنقله قناه الاتصال مركز الاتصال من خلال رقم موحد مجاني ممكن الاستفاده من خلاله م. ايضا اجهزه الخدمه الذاتيه فتعدد القنوات يعطي المستخدم الحريه باستخدام او باستفاده من افضل القنوات اللي هو محتاجها وفي نهايه 2010 لله الحمد تم تحقيق كامل الاهداف الاستراتيجيه وحققت البحرين طبعا يعني العديد من الجوائز والعديد من الشهادات الدوليه ان خلال فتره قصيره جدا كان بالامكان تنفيذ استراتيجيه طموحه فيها اهداف صعبه ما كانت توجد بوابه في السابق ما كانت توجد خدمات تربط الجهات الحكوميه في خلال فتره قصيره امكن يعني تمكننا من تحقيقه بتضافر حقيقه جهود اكثر من 200 موظف مسؤول حكومي من 40 مؤسسه حكوميه كل ذلك طبعا مثل ما قلنا سببه كان خارطه الطريق الدعم الحكومي من خلال اللجنة العليا القاعدة الصلب اللي كانت موجودة اللي هو البنية التقنية القوية لمملكة البحرين اللي تم إنشاؤها في فترة الثمانينات وفترة التسعينات وبداية العام 2000 واللي ما تم تحويلها إلى منتج يفيد المستف... المستخدم إلا بعد ألا ما وجود الاستراتيجية وخارطة الطريق أه حقيقة يعني نستذكر الحملة الإعلامية التي رافقت تطبيق المشروع كانت حملة ناجحة والحقيقة يعني أدت أهداف بطريقة يعني كنا نشوف حتى مشاهد تمثيلية نعم. ودرامية على أساس المواطن يعي ويتعرف على كيفية الدخول في هذا العالم نعم. الإلكتروني يعني نعم. نستذكر بشيء. الحقيقة يعني ذكرت قبل قليل نقطة مهمة جدا ثقافة أو عملية التغيير م. التقيت يعني بعدد كبير من المسؤولين في الدول الأوروبية في الدول المتقدمة في الدول العربية أحيانا الحلول التقنية تكون قوية في الدول والخدمات التي تقدم تكون على مستوى جدا راقي لكن تكون هناك مشاكل في عملية إدارة التغيير مثل ما تفضلت كيف أنت ممكن تكون عندك حملة توعوية ما تشمل فقط المستفيد تشمل المستفيدين بكافة فئاتهم تشمل الموظفين اللي يقدمون هذه الخدمات لا. المسؤولين الحكوميين القطاع الخاص المستفيد من برنامج الحكومة الإلكترونية يعتبر كل شرائح المجتمع فتحتاج أنك أنت حملتك تكون موجهة لكل هذه الشرائح هذه جانب الجانب الثاني الدعم والمساندة من الجميع من كل الجهات الحكومية أنهم يكونوا موجودين في اللجان يعون حجم التغيير المطلوب آه، ثقافه تدريب الموظفين الموجودين عندهم آه، تغيير اليات العمل داخل الوزارات آه، الغاء عدد من الاجراءات توقيع مثل ما ذكرت يعني احيانا توقيع مسؤول ما يبي يتنازل عن التوقيع يعني يعتبر آه سلطه احيانا الخوف من الاله ان هي تتخذ قرارات خاطئه لا. فقضيه بناء الثقه آه في راح يعني آه تتخذ الاله نيابه عن الموظف يعني كم كبير الحقيقة من التغييرات في الثقافة في التدريب في الأنظمة الموجودة أيضا حتى في تغيير الواجهة صحيح يعني أحيانا المكاتب طبيعة عملها لازم هي تتغير لأن أنت تغيرت, تغيرت صحيح إحنا انتقلنا من من القلم إلى الآلة الكاتبة إلى الكمبيوتر آه الان احنا البحرين مثل ما ذكرت وتفضلت بان احنا استفادين حتى من البنى التحتيه الخاصه بهذه المشاريع ومثلها آه الان احنا هل ماشيين صح على مستوى العمل الالكتروني بما يتوافق مع رؤيه البحرين 2030 آه بالطبع طبعا رؤيه البحرين 2030 في الكثير من المحاور اللي تتلاقى بشكل مباشر مع يعني برنامج الحكومة الإلكترونية مبدأ العدالة مثلا ما نتكلم نتكلم عن المساءلة نتكلم عن الشفافية اليوم مثلا أي خدمة إلكترونية الكل سواسية فقضية المساواة موجودة ما راح يفرق بين شخص وشخص في تقديم الخدمة قضية فعالية الأداء الحكومي القطاع الخاص انه يكون له دور كبير جدا في دعم العمل الحكومي عندنا عدد كبير من المبادرات والشراكات مع القطاع الخاص على سبيل المثال مثلا اجهزه الخدمه الذاتيه تم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص فهذه النوع من الشراكات اللي يعني تلتقي مع رؤيه 2030 وايضا في الملتقى الحكومي العام الماضي لما ذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب الاول رئيس مجلس الوزراء نقطه مهمه متعلقه بقضيه الحكومه يجب ان تكون محرك نعم. انت تضع قواعد اللعبه والقطاع الخاص يجب ان يكون شريك اساسي في عمليه التنفيذ نعم. نعم. فعندنا عدد كبير من المبادرات اللي عملنا من خلالها مع القطاع الخاص على سبيل المثال مثلا انشاء شركه صله الخليج شركه خاصه اليوم تقدم خدماتها لكل دول الخليج لكل القطاعات العامه والقطاعات الخاصه فيها حوالي 800 موظف فدور القطاع الخاص سواء يعني كشريك مع الحكومة أو القطاع الخاص نفسه بي يعني الاستفادة من السيول الموجودة في القطاع الخاص صحيح. والديناميكية وسرعة الحركة م. تساعد الحكومة في تنفيذ يعني استراتيجياتها وخططها التنموية بشكل أسرع كثير من الحكومة من أنها هي تكون منفذ وهي تكون تدير العملية بالكامل فقواعد العمل الشروط الضوابط اللوائح السياسات يجب أن تكون بيد الحكومة دائما لكن المنفذ من المهم جدا الاستفادة من القطاع الخاص وقوة القطاع الخاص وسرعة القطاع الخاص بالتالي يعني تخلق فرص عمل تخرق المعرفه اللي يعني تساعد اقتصاد المملكه بتصدير هذه النوع من المعرفه وجذب الاستثمارات وايضا جذب جذب السيوله للمملكه من خلال الحلول اللي قدمتها الشركات المحليه او العالميه. الحكومه اذا نفذت عاده المعرفه هذه تظل في يد الحكومه، ما يمكن ان تعيد الاستفاده منها. نعم دور الحكومه ليس في الربح تقدم الخدمه ثم تظل المعرفه لما تتعامل مع القطاع الخاص صح المعرفه ممكن البناء عليها ممكن الحفاظ عليها ممكن استثمارها ممكن يعني تقويتها نعم احنا تخلصنا من الطوابير في الوزارات الخدميه بالذات يعني مع الاسكان شويه موجود فيها طوابير الهجره والجوازات بعض الاماكن لكن الحمد لله من يتعامل اونلاين الحين اعتقد انه هو قدر انه يتخلص من مساله الوقوف في طوابير كثيره، سيد محمد القادة انا استأذنك في فاصل ثم اعود لمتابعه الحديث معك في هذه الحلقه. قامت هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه بمجموعه من المشاريع كي تتحقق استراتيجية تغيير النمط التقليدي في العمل الحكومي فنفذت مشروع إعادة هيكلة الحكومة في مجال تقنية المعلومات بهدف الوصول إلى أداء فاعل يتمتع بجودة عالية وينجز المهام والمعاملات في وقت قصير سيد محمد القائد أهلا فيك مرة أخرى في برنامج المختصر المحور الآخر اللي نحب نتعرف عليه هو المشروع الخاص بإعادة هيكلة الحكومه في مجال تقنيه المعلومات، ذكرتم بان هذه الخطوه وهذا المشروع واحد من اهم المشاريع التي جاءت في بدايه تنفيذ مهمتكم الاساسيه والاستراتيجيه. نعم مثل ما نعرف اليوم التحديات الاقتصاديه كبيره جدا على معظم دول العالم يعني ليس فقط في المنطقة الخليج أو مملكة البحرين تأثرت كبرى الدول على سبيل المثال مثلا المملكة المتحدة صار عندهم إعادة هيكلة في خلال العشر سنوات الماضية يمكن ثلاث مرات كل مرة يكون هناك إعادة هيكلة جذرية وتغيير شامل في المسؤولين القائمين على البرامج في الخطط الموجودة. في الانظمه اللي يتعاملون فيها بحيث يكون هناك خفض يعني يتراوح بين مليار الى عده مليارات. التقنية تخفض التكاليف تقلل الوقت، تزيد من فعاليات الحكومه، تقلل من الاعتماد على يعني او على الاقل تضع ضابط على عمليه الحاجه لزياده عدد الموظفين ومراكز تقديم الخدمه. مع ذلك تقنيه مكلفه الرخص، الانظمه، ولو ما كان هناك ترشيد وخطة يعني تضبط عملية الصرف راح يكون هناك عائق كبير في الاستمرار في الصرف على التقنية بالتالي المبادرة يعني الأولى اللي كانت في خفض النفقات اللي وجه فيها صاحب السمو الملكي وللعهد العهد نائب الأول رئيس مجلس الوزراء مؤخرا وتلى ذلك وضع استراتيجية ترشد او يعني توجه الجهات الحكوميه حول ما يجب ان تقوم به من الانظمه او ما يجب ان تعتمد على الانظمه المركزيه. فعادة الهيكله المقصود فيها ان تكون كل الانظمه مركزيه اما داخل الحكومه في هيئه المعلومات الحكومه الالكترونيه تدار من قبل فريق مدرب وعدد من الخبراء أو من خلال أحد المزودين للسحابة الحوسبة السحابية كما يطلق عليها أحد الحلين لا يمكن الآن أن نستثمر في مراكز بيانات وديتا سنترز أو مراكز بيانات في كل الجهات الحكومية وتكون يعني عدد من الموظفين موجودين 24 ساعة ما في وزارة اليوم ممكن أن هي تعمل فقط وقت الدوام الرسمي. <applause> كل الجهات الحكوميه خدماتها صارت حساسه مهمه للناس ويجب ان تقدم على مدار الساعه. والان الهواتف الذكيه اصبحت ايضا مساهمه في يعني بشكل فاعل في في ان الموظف يشتغل من بيته من المقهى اللي يقعد فيه من اي صحيح من اي محل يعني. صحيح فبالتالي الخدمه لا يمكن ان احنا الان نعتمد على ساعات معينه في تقديم الخدمه الحكوميه. عمليات الوزارات اليوم اتخاذ القرار الاحصائيات اللي تطلع تقديم الخدمات فهمني يمكن الشيء يعني نعم. ما يخصك بس كلنا موظفين يعني انت نعم. لما تقول لا نكتفي بساعة الدوام الرسمي في وقت في بعض الوزارات يقول لك لا تحسب إلا ساعات عمله بس وخليه نعم. يمشي فهي معادله صعبه اعتقد ان المسؤول الذي يقود هذه المؤسسه او هذه الجزئيه في هذه المؤسسه عليه انه يكون شاطر ذكي قادر على تصنع قرار معين لكي لكي يحقق التوازن اللي انت تتكلم عنه. نعم المقصود طبعا العمل على مدار الساعه بالقدر احنا الحمد ندعي مملكه البحرين نجحنا في تحويل حوالي 400 خدمه اليوم الى خدمات الكترونيه، معظم الخدمات الرئيسيه نعم. الموجوده لدى الوزارات ممكن تقديمها على مدار الساعه. بدون تدخل الموظفين البشري البشري نعم فعلى سبيل المثال لو مثلا وزاره من وزارات هيئه الكهرباء والماء يحتاج الى طاقم مثلا 300 موظف لاداره عملياته في تقديم الخدمات اليوميه نعم آه معظم الخدمات على مدارس مثلا في الفتره المسائيه في فتره الاجازات ممكن تقديمها بدون وجود موظف او على الاقل يمكن يكون في موظف واحد نعم. يشرف على الاجهزه والانظمه الموجوده ويتاكد من آه صلاحيتها ومن عملها بالتالي ما نحتاج ان نزيد من الموظفين او نزيد من الميزانيات لكن يجب ان الانظمه تكون متاحه وتكون يعني صحيح فعلا يمكن صحيح الاعتماد عليها وفيها من الموثوقيه أن تقدم الخدمه لانه تعطلت معناته مئات الالاف او عشرات الالاف من المعاملات راح تتوقف. يعني يعني سعاده الرئيس مساله انك عندك هذه التقنيه متاحه انت ممكن تفصلها الى الجانب يعني يوتيلر ميد فور حق المؤسسه المحتاجه يعني نعم. لمثل مثل هيئه الكهرباء والماء نعم. او اي اي هيئه او مؤسسه اخرى ولكن عليك في البدايه كما ذكرنا ان تمتلك الثقه او أن تمتلك الوعي الكافي كمسؤول نعم. على اساس ان انت تفهم الهيئه باحتياجاتك نعم. <applause> مثل ما تفضلت سلمك الله انت لما تقدم الخدمه في مراحل م. مثل ما صار يعني في كل الخدمات الحكوميه الموجوده عندنا نعم. تبدا بالخدمه تقدمها بشكل اختياري نعم. موجود الخدمه ال ال اليدويه نعم اه الوعي تدريب الموظفين حملات التوعويه مثل ما ذكرت في التلفزيون نعم. الى ان تزيد الثقه لدى المواطن لدى المستخدم انه هو ينتقل كثرة الحملات التوعويه لما رفعت النسبه الى 40 50% في دول يعني قرار انتهى عندك الكتروني اليدوي وقف يكون له اثار جانبيه يكون له اثار سلبيه احيانا الناس ما تعرف صحيح انت دربت عملنا دورات مع الجمعيات مع المتقاعدين مع الطلبه مدارس مم. جامعات موظفين الى ان رفعنا الوعي لما الخدمه وصلت الى 50 60% وفي قبول في المجتمع وراينا ان الان لها الموثوقية وما تتعطل ممكن تدريجيا أنت تقلل الكونترات تقلل المنصات اللي تقدم الخدمة اليدوية بعدين تطلع قرار في النهاية إذا 90% موجودين هنا والموظفين مو محتاج لهم أنت تغلق المكاتب الأمامية وتنقل الخدمة للخدمة الإلكترونية صحيح. يرافق ذلك وجانب مهم جدا أيضا ذكرى صاحب السمو الملكي والعهد في الملتقى الحكومي قضية الخدمة الحكومية لازم يجب أن يكون فيها تميز حتى لو كانت المنصة موجودة لازم انه يكون في هناك نوع من التجانس ومستوى الخدمه يكون يعني احنا نتكلم عن حكومه تقدم خدمه عن جوده عن جوده ما نعم. تتركها للجهه الحكومية صحيح صحيح فهناك ايضا برنامج يدير ذلك ويمكن يعني شفتوا في الاخبار امس كان في نقاش في اللجنه التنسيقيه حول هذا الموضوع كيف ممكن احنا نطور من تقديم الخدمه الحكوميه في النهاية احنا نتكلم عن حكومة، نتكلم عن حكومة تقدم خدمة لمتعامل مع الحكومة، فيجب أن يكون هناك جودة ساعات عمل مثلا موحدة، المباني، المرافق، الموظفين، طريقة الخدمة، ربط الخدمة الموجودة، صحيح. الإرشادات الموجودة للمكان، المعلومات الموجودة عن تقديم الخدمة، كلها يجب أن تكون متوفرة حتى فعلاً يعني نعطي نوع من الرضا للمواطن أو المستفيد من الخدمة اليدوية الى ان يتم نقلها صحيح الى اذا يعني احنا اضطرينا ان نقدمها على الاقل نقدمها بجوده عاليه. صحيح. سيد محمد القائد يعني لا شك ان مثل هذه المشاريع الكبيره التي تحول دوله باكملها من من دوله على ورق او او دوله تستخدم الورق الى 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 حكومه الكترونيه متكامله بشبكاتها يعني اكيد في تشريعات لازمت هذه المشاريع خصوصا ان احنا في وقت الفضاء مفتوح والعالم كما يقال منذ عشرات السنين او عشرين سنه اللي مضت انه هو قريه واحده فبالتالي ممكن يساء استخدام هذه التقنيه بصوره او بشكل او بشكل اخر. اهم التشريعات اللي عندنا على الاقل في البحرين <applause> لكي تكون التقنية الإلكترونية بيئة آمنة نعم مثل ما تفضلت لا يمكن يعني تقديم خدمات بشكل إلكتروني متكامل ويكون في هناك استخدام فعلي وتحول يعني وطني إليه بدون وجود تشريعات التي تساند ولا الكل راح يعني يقف أه وقفات قبل التحول الإلكتروني. أه مثل ما نعرف إحنا مملكة البحرين من أوائل الدول اللي أصدرت قانون المعاملات الإلكترونية. نعم. قانون المعاملات الإلكترونية صدر يعني منذ أكثر من عشر سنوات أه على مستوى الوطن العربي كله. نعم. أه القانون هذا يضع التشريعات الملائمة لكيفية التعامل أو تقديم الخدمات أه سواء من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي أه بشكل إلكتروني. نعم. وطبعا صدرت عدد كبير من القرارات المنظمة حسب يعني توجيهات القانون من الوزراء المعنيين بتقديم الخدمات وزير العدل وزير التجارة والصناعة الهيئة أصدرت القرارات المنظمة للمعاملات الإلكترونية بناء على أو وفق ما ذكر في القانون نعم. كمنظومة إذا تكلمنا إحنا عملنا عدة دراسات مقارنة حول التشريعات العالمية في مجال التعامل الإلكتروني وحددنا الفجوة بين ما يجب أن يكون موجود وبين التشريعات الموجودة في مملكة البحرين وعملنا حقيقة بالتعاون مع تشريع الوفتاء مع وزارة الداخلية وزارة التجارة وزارة العدل عدد من الجهات الحكومية بسد الثغرات الموجودة ايضا على مستوى الخليجي هناك مبادره ب يعني وجود دليل استرشادي قام بدراسه كل التشريعات الخليجيه مقارنه بالتشريعات العالميه المحاور اللي يجب ان تغطيها التشريعات نماذج من التشريعات اللي يجب تكون موجوده موجوده كل هذه التشريعات ونماذجها في الموقع الالكتروني الخليجي اليوم على سبيل المثال مثلا مثل ما ذكرت قانون المعاملات الالكترونيه عندنا قانون الجرائم الالكترونيه ينظم عمليه الجرائم والاختراقات وكيفيه التعامل معها قانون حمايه المعلومات قانون حمايه المعلومات الشخصيه يعني طبعا الوثائق الدوله له قانون حمايتها قانون معلومات حمايه البيانات الشخصيه ايضا تحتاج لها لقانون حتى يكون في نوع من الثقه لدى المستخدم ان معلوماته ما تكون متاحه فهناك عدد من التشريعات مثل ما ذكرت والقرارات المنظمه للعمليه اللي ساعدت لي الى تحول مملكه البحرين الى الشكل الالكتروني <applause> انا الحقيقه استمتعت بالكثير ولكن الوقت يداركنا لذلك استاذنك ان نكمل الحديث في حلقه الاسبوع المقبل شكرا لك وان شاء الله قد استفاد المشاهد الكريم من المعلومات التي كانت في الجزء الاول وان شاء الله نلتقي بك في الاسبوع المقبل لكي نواصل الحديث عن مشاريع الحكومه الالكترونيه، شكرا لك. جزيل الشكر. بعد الحديث الشيق مع السيد محمد القائد اخذني في جوله للاطلاع عن كثب على جوانب تتعلق بما دار بيني وبينه من حديث حول مشروع واستراتيجيه الحكومه الالكترونيه. أبو أه علي في السابق كان تسليم البطاقة الشخصية نعم. أه طبعاً كان في الهجرة والجوازات صحيح؟ البطاقة, البطاقة الشخصية شخصية نعم وأيضاً عقب لما صارت المهمة مهمة الجهاز المركزي الإحصاء نعم. أو حين الهيئة نعم. أه يعني الإجراءات خفت صحيح الوثائق خفت المطلوبة باعتبار أنه صار كل شيء نعم مثل ما تفضلت عملية التطور يعني في السابق كان معاناة بالنسبة للمراجع لازم يجيب نسخ من الجواز <applause> نسخة من الجواز يجيب مثلا فاتورة الكهرباء إثبات عنوان مجموعة من الوثائق اللي كان يحتاجها الراتب نعم. مكان العمل إلى آخره الجامعة اللي درس فيها نعم. مجموعة من الوثائق اللي كان يحتاج أنه هو يقدمها مم. بالتالي كانت عائق يعني يعني الواحد لازم يروح مثلاً جهة العمل يأخذ الأوراق <applause> ومجموعة عودة من الأوراق وبعدين تدخلها حتى تعطل المعاملة صح. تم تطوير هذه كلها بحيث أنه يكون الربط الحكومي موجود نعم. مثل ما ذكرنا جزء من تطور البرنامج الحكومي الإلكتروني إنه هو يربط بين قواعد بيانات الجهات الحكومية فيجي المواطن يراجع بياناتك كلها موجوده نعم. تتأكد منها تطبع له البطاقه ما يحتاج يجيب كل هذه الاوراق نعم. أه حتى الزياره مو مطلوبه اليوم كثير من يعني نصر. نفس الخدمه اذا كانت بياناته ما تحتاج الى الى اثبات تغييرها أه يقدمها اونلاين وبالإمكان انه يستلمها اما عن طريق البريد تجي الى البيت او وين ما هو موجود يتصلون همه. فيه خلال 24 ساعه همه. يتصلون فيه يقول له والله مثلا وين تبغى يجيبها لك مكان عملك هذا عطني مكانك يجيبون له البطاقه اللي عنده والله زين آه او يختار انه يستلمها من خلال الاجهزه ممكن نشوفها بعد شوي آه هي يحط بصمته ويستلم البطاقه يعني شوف في ناس تختار انه هي تقعد نعم وفي ناس تختار انه هي تستخدم اونلاين تستخدم اونلاين من البيت يقدم من من بطاقته من ويستلم البطاقه بشكل إكتفن. لا وما شاء الله يعني زين الـ 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 يعني وايد وايد الكونترات مليون يعني نعم. أعتقد فوق الثلاثين نعم. إذا ما بأكثر أي نعم. طبعًا إحنا عندنا الكونترات تشتغل كلها في طاقتها القصوى إذا كان العدد عدد مراجعين جدا كبير صحيح. وفي فترة الذروة آه وحسب الحاجة إحنا نوزع الموظفين م. حسب المواعيد مثلاً المراجعين يطلبوا مواعيد العصر م. نقسم الموظفين بعضهم من يكونون فترة المسائية ونخلل الفترة الصباحية بحيث أن إحنا في النهاية نخدم المراجع حسب هو رغبتة مثلاً في يأخذ الخدمة العصر موجودين العصر موجودين للساعه 6 ما شاء الله يعطيكم العافيه والله دشن صاحب السمو الملكي آه، ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء آه، الجهازين الموجودين عندنا مم. جهاز تسليم البطاقات وايضا جهاز المنصه الحكوميه الالكترونيه بشكلها نعم. الجديد بعد تحديثها العام الماضي نعم. الان مرت طبعا سنه على آه، تدشين الجهازين ما شاء الله مثل ما نلاحظ طبعا الجهاز مم. اليوم المواطن اذا اصدر بطاقته من البيت مم. معلوماته موجودة الرابط موجود يطلب تجديد البطاقة الصورة ايضا موجودة ويقدر يقدر يقدمها اونلاين يدفع الرسوم وهو يختار اما يستلم البطاقة بالبريد مثل ما قلنا وتيل البطاقة إلى عنده او من خلال احد الاجزاء هني عندنا واحد عندنا واحد في مجمع السيف المحرق في نعم, عراد. نعم. أه، ايه على الجهاز خلي بصمته تطلع البطاقة يستلمها لما يقدم تجديد البطاقه يقدر يقول والله بانا استلمها او بوكل احد يستلمها عني يدخل رقم الشخصي اي الشخص الجهاز يتاكد من بصمه الشخص انه هو فعلا دي اللي انت وكلته يستلم بطاقتك ويطلع من المكان بشكل مباشر فعمليه طبعا خلال الفتره السنه اللي مضت 177 الف و700 وشوي استلموا بطائقهم من خلال الاجهزه ما شاء الله اللي تم تدشينها يعني المواخرة. يعني نقدر نشتغل صح نقدر نشتغل صح يا جماعه والله يعني خير وبركه البحرين فيها فيها عقول وفيها وفيه طاقات <applause> <أصفي> هذه الجهاز الثاني ان انت تخلص معاملاتك هنا؟ معاملاتك الحكوميه او القطاع الخاص بالتعاون طبعا هاي كلها مدعوم من القطاع الخاص ممكن الواحد خدمات البريد، المرور، الكهرباء، التعليم، المحاكم الصحيه، خدمات اخرى طبعا قطاع خاص بتلكو، زين، فيفا، الشركات ممكن انه هو يستخدم الخدمات الموجوده ويدخل المبالغ نقديا او من خلال إيه. البطاقه وينجز طبعا معاملته من خلال الجهاز الموجود وهو ينتظر هني وهو ينتظر يسوي معاملات بجهات اخرى او نفس الجهاز موجود في مجمعات موجود في وزارات ثانيه آه يقدر انه هو يعني ينجز معاملته وين ما هو موجود بدون وجود موظفين يعني ما تسبب عائق صحيح آه بالتالي ربما ما يعني تحصل يعني الخدمه احنا من بعدنا بالقطاع الخاص يشارك يعني في 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 دعم مثل هذه المشاريع يعني نعم. بتلكو مع فيفا مع موجودين كلهم موجودين بس نعم بس موجودين تضغط على هذه موجودين كل تلكم هاي شركات القطاع الخاص هذه ايضا شركات اخرى فشوف مجموعه كبيره جدا من الخدمات مو بس الحكومه يعطيكم الصفحه الاولى لان في نعم. موقع حكومي خدمات الحكوميه صحيح. في المجمع الصفحه الاولى خدمات القطاع الخاص الخدمات الحكوميه هي الاخرى بس كل واحد كله موجود طبعا يعني. وصل عدد اللي استخدموا البطاقه واستلموا نعم. بطاقتهم نعم. منذ تدشينة من قبل صاحب السمو الملكي نعم. ألف بطاقه تم تسليمها من خلال هذه الاجهزه ما شاء الله ما شاء الله